السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. حسب ما هو متداول، وفاة المغني المعروف محمد بوساحة والعازف السانتي أمين لاكولومب، إذ سر تعرضهما لحادث مرور خطير ببروكسل عاصمة بلجيكا. رحمهما الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان، لله ما أعطى ولله ما أخذ.